اهلا من جديد مشاهدينا الكرام، نتواصل معكم عبر صباح الشروق على الهواء مباشره. ربنا سبحانه وتعالى ما خلق البشر على شكل واحد او شاكله واحده، بل خلقهم في تعدد وتنوع وتمايز. هذا التنوع والتعدد والتمايز كان في اللون، في العرق، في الشكل، في اللغه، في الثقافة أيضا، في أشياء كثيرة جدا، حتى في طرق التعبير عن المعتقدات، عن المشاعر. فكانت الحضارات المختلفة مشاهدينا الأعزاء لشعوب الأرض هي الانتماءات، التمايز. كانت هذه يعني عبارة عن وسيلة لتفاخر هذه الشعوب. لكن مشاهدينا الأحباب، يظل دائما التعايش والتحاور الثقافي والتبادل والتأثير والتأثر هو ما يغني التجربة البشرية والإنسانية والعلاقات الإنسانية. وبصورة عامة، العلاقة الإنسانية هي علاقة تتكامل بشيئين، بالمعرفة من ثم التفاعل أيضا. إذا للجاليات المنتشرة في بقاع الأرض، تحديدا الجاليات السودانية اللي نتوجه إليها دائما بالتحية أينما كانت، هم رسل المحبة ورسل السلام ورسل السودان هناك. لذلك دائما هي واحدة من وسائل العبور والتواصل الإنساني لمحمول الشعوب القيمي والثقافي والمعرفي أيضا مشاهدين الأعزاء. ويعرفون بالسودان ويعرفون بهذا المحمول القيمي والثقافي والعادات والتقاليد وما إلى ذلك. وأيضا يعني هي ابتداع وفكرة خلاقة ونشر النشاط الشعبي الكبير والتبادل الكبير بين البلدان في مناحي مختلفة. سعيد جدا انه نتحدث اليوم عن واحدة من العلاقات الأزلية الكبيرة جدا ما بين السودان وإثيوبيا. سعيد انه ينضم الي الباحث في العلاقات السودانية الإثيوبية والإعلامي ايضا الأستاذ حالي يحيى. اهلا بك، انا سعيد جدا بك في صباح الشروق. أهلا بك أخي حسام، ونحن سعداء أن نكون في قناة الشروق، القناة التي يتابعها الآلاف من الأثيوبيين ناطقي باللغة العربية والجالية السودانية في أثيوبيا. وأنتهز هذه الفرصة أخي حسام باسم الجالية السودانية، نترحم على شهداء الثورة، ونسأل الله إنه عيد الاستقلال أن يكون عيدا يجمعنا جميعا، ونمضي بالسودان إلى بر الأمان إن شاء الله. نعم، اعتبار يعني من الترحم الأخير على شهداء ثورة ديسمبر المجيدة. إثيوبيا كانت يعني لاعبة مهمة جدا في الحراك الأخير فيما وصلنا إليه. نعم، كما تابعنا وتابعتم دور أثيوبيا، دور محوري كان في عملية السلام. كان أبي أحمد منذ أن أتى إلى الحكم في أبريل عام 2018 لم يغفل عن السودان وأهمية السودان لأثيوبيا. وأثيوبيا كما ذكرت في مقدمتك، أثيوبيا دولة محورية ودولة استراتيجية، وكان من أوائل مهامه أن جاء إلى السودان وحرص على أن يكون مساهما في عملية السلام. وأبي أحمد يعتبر رجل السلام في المرحلة الأخيرة، وكان له دور نعم، عظيم أيضا. جميل. طيب أنا عاوز أبدأ أتكلم عن الجالية الإثيوبية، لكن حالي الجالية يحيى، السودانية، الجالية السودانية في إثيوبيا نعم، هناك، ونحن واحد يعني ما بين الخلط السوداني واثيوبيا، يعني لما بيننا، للعلاقات اللي بيننا، للصداقات، نكاد نزيل هذه المسميات ونكاد انه نكون شعب واحد بنسبه كبيره جدا، فلا لغط في هذا. قبل ما اتكلم عن الجاليه، حالي يحيى على المستوى الشخصي كاعلامي كباحث في هذا المجال، ومشوار طويل جدا يعني 12 عام في اثيوبيا كسوداني يعمل هناك، بل قاطن هناك يعني، نعم، ومتزوج واثنين من الابناء ربنا يحفظهم لك. خلينا نتكلم عن هذه التجربه وندعها مدخل لنا. هو يعني كما يعني نردد دائما انه الانسان دائما مخير ومسير. فالمساله بتاعت اقامتي في اثيوبيا كان فيها نوع من التسيير، ما كنت مخير فيها، لكن زي ما قلت يعني ككل شباب تخرجت من جامعه افريقيا قسم القانون، و كانت المحطة الأولى لسفري الخارجي كانت أديس أبابا. أديس أبابا الإعلام العربي فيها ما فيه تنافس، الإعلام الإنجليزي أو الأمهري فيه تنافس، فكانت إنه الفرصة الواحد يتخذ أديس مهمة جدا، حراك الأخبار، الاتحاد الأفريقي، عدد من المنظمات الإقليمية على رأسها الإيجاد والإيكونوميك كوميشن فور أفريكا، كلها موجودة في أديس. فكانت فرصة إنه ربنا قدر لي إنه أنا أكون في أديس، واشتغلت في الإعلام السوداني. أول محطة لي كان مراسل الإذاعة السودانية،
من 2006 لغاية 2010. بعدها يعني تعددت التجارب، كان عندي فرصة إنه أشتغل مراسل لأخبار اليوم وآخر لحظة. ومن هنا أيضا أحيي الأخ العزيز مصطفى أبو العزايم. أنا أعتبر مصطفى أبو العزايم إنه هو يعني الرجل منصف للصحفيين يعني في إطار الوضع الحاصل يعني. نعم. فبعد كده انتقلت إلى السفارة السودانية كمساعد للملحق الإعلامي الأستاذ عمر عبد المنعم، مد الله في عمره. بعدها تزوجت وأنجبت بنتين يعني سمية وصابرين. فالحمد لله يعني الآن أنا مترجم حر فريلانس ترانسليتر، وأيضا باحث في العلاقات الثقافية السودانية الآسيوية. نعم. ما هي مشاهداتك طوال هذه الأعوام؟ ماذا ستكتب من أحرف في دفتر ملاحظاتك؟ أكتب في دفتر ملاحظاتي أقول يعني تحت عنوان بارز أديس أبابا أكسوم مروي الخرطوم، قصة شعبين بقلب واحد. أديس أبابا الخرطوم أديس أبابا أكسوم مروي الخرطوم، منها أيضا لاليبيلا، وهذه يعني العلاقات الثنائية الأثيوبية السودانية. نستطيع أن نقول أن أثيوبيا إذا كانت تمثل الحبشة الشرقية، السودان هو الحبشة الغربية. بيننا كثير من عوامل الوحدة وعوامل التعاضد والتآزر. التاريخ يحكي عن أن هذه الشعوب كلها كوشية حامية، فلا يفرق بيننا إلا اللسان. فأثيوبيا يعني الحديث عنها كثير جدا، نعم، وأنت ربما تكون أعلم مني أيضا في هذا المجال. نعم. لا يفتح وحالي في الشروق يعني اليوم. نعم. لأي حد من مدخلك هذا ندخل، لأي حد لأي مدى إمكانية في ظل الأوضاع الحالية، في ظل الظروف الحالية، في ظل المنتشر الحالي ما بين الجانبين، المشاعر الأحاسيس المتبادلة وما إلى ذلك، لأي حد إمكانية نستطيع أن نجد تكامل كبير بين البلدين، بين السودان وإثيوبيا، هذا التكامل ثقافي، اجتماعي، رياضي، إلى آخره يعني. تعلم أخي الكريم أخي حسام أن السودان بلد مؤسس للاتحاد الافريقي وبلد رائد وله تاريخ وحضاره، الا اننا ربما في الفتره الاخيره لم نستطع ان ندير هذه الموارد او هذه الموروثات التاريخيه الثقافيه السياسيه بطريقه تجعلنا دائما نكون بارزين. ونسال الله انه يعني الانسان او السودان في الفتره الاخيره يعني ياخذ عبر ودروس من الماضي. اثيوبيا ايضا يعني ما نتشارك مع اثيوبيا في حضارة إنسانية واحدة. نتشارك في أثيوبيا أن السودان كان يوما ما داعما للثورة الأثيوبية بالسلاح والغذاء. أثيوبيا كانت في السابق تعرف بأنها أرض للحروب والمجاعات، لكن الآن أثيوبيا نهضت وأصبحت من الدول النامية. فما الذي لا يجعلنا نحن السودان كدولة رائدة أن ننهض وننمو ونكون أيضا في يعني مصاف واحده مع اثيوبيا او الدول الاخرى ايضا. صحيح كما ذكرت الشعوب والجاليات ايضا لها دور عظيم جدا في تكامل هذه الشعوب. انا بعتبر الجاليه السودانيه مثلا ان هي واحده من اليات الدبلوماسيه الشعبيه. لا تستغني عنها السفاره الدبلوماسيه عن دور الجاليه السودانيه في اثيوبيا او الجاليه الاثيوبيه في السودان. فكلا الشعبين او كلا الحكومتين الرسميتين تتعامل مع هذه مع هذا الواقع بشكل من الكثير من التفاعل، وكل يستطيع ان يؤدي دوره من خلال مهامه يعني. نعم استاذ حالي يحيى، يعني الجاليه السودانيه في اثيوبيا، طالما انت جئت على ذكر الجاليات خلينا نتكلم عنها شويه، تاثيرها الى اي مدى هي تقوم بهذه المهمه الموكله إليها، ولم يؤكلها أحد طبعا هذه المهمة، لكنها بدورها كحالها أنت ذكرت أنهم رسول للثقافة، للتعايش، لكثير جدا، وأنت أدرى يعني حجم تأثير في الحياة الأثيوبية وكثير جدا من المهام. قلت الجالية السودانية جالية عريقة جدا، وهي يعني عندنا النادي السوداني مثلا، نعم، من أقدم النوادي السودانية الموجودة في أثيوبيا إلى جانب النادي التركي اليوناني والإيطالي يمكن. لكن في الفترة الأخيرة خلينا أتكلم معك بكل صراحة، طالما دائما تعودنا في الشروق أنه دائما نكون يعني أكثر صراحة في كل ما يعنينا من أمور تجمعنا لا تفرقنا. الجالية السودانية كان في فترة ما متماسكة ومترابطة، إلا أن ربما كان في إهمال
من الجانب من الحقبة السابقة. في الفترة الأخيرة أتذكر أيام الفترة بتاعت السيد السفير عبد الرحمن سر الختم، كانت نوعا ما كانت يعني متأطرة ومجتمعة بشكل أفضل. الجالية السودانية نوعية، في هناك خبراء سودانيين يعملون في الاتحاد الإفريقي، والسودان يعول عليهم لأنهم كما قلت أنت هم سفراء. إذن يعني أنا بعتبر إنه أي سوداني قاعد خارج السودان هو سفير، في كلامه في لبسه في مظهره في أخلاقه. يعني الإنسان السوداني في التاريخ يعني يشار إليه بالبنان، ونسأل الله إنه دائما يشار إليه بالبنان يعني في كل شيء. ففي الفترة الأخيرة الحمد لله كان في لجنة يعني ستؤطر هذا العمل، لجنة الجالية السودانية، ونعمل الآن على تعزيز دورها في ظل الوضع الجديد القائم في السودان. وتفاعلنا وما زلنا نتفاعل بما حدث في السودان، ونتمنى يعني أنا أن نرى أن السودان يسير في الاتجاه الصحيح، ونحن أيضا عبر دورنا في وتأثيرنا في المنظمات الإقليمية والدولية ووجودنا في أديس أبابا وجود مهم، ولنا دور كبير جدا في تعزيز علاقات السودان الأثيوبية السودانية وإظهار السودان بوجهه الحقيقي، ونعيد للسودان دوره الحقيقي ونزيل كل صورة سلبية عن السودان. نعم، أدوار كبيرة جدا. طيب طبيعة الأنشطة اللي بتقوم بها الجالية السودانية في أثيوبيا؟ هناك العديد من المناشط تقوم بها الجالية، يعني هي أبرزها اجتماعية ثقافية. أبرزها اجتماعية ثقافية، لأنه نحن دائما المكون السوداني في الخارج يكون حريص على أنه يجتمع على يعني على الثقافة. نعم. وما يجمع. نعم. بعيدين عن السياسة. فتقام هناك العديد من المناسبات. الآن عيد الاستقلال داخل علينا، فدائما هناك احتفالات نقوم بها وندعو بقية الجاليات. وأقول لك بصراحة أخي حسام أن الجاليات الإفريقية والعربية في أديس أبابا تنظر إلى الجالية السودانية نظرة قائد أو نظرة الملهم، لأنه كما تعلم أن الجاليات السودانية في السابق في دول الخليج في إفريقيا لها إسهامات في التعليم في كثير من المناحي الحياة. نعم. فبذات القدر بذات التاريخ العظيم الذي نحن نعتز به كسودانيين نعمل في المجالات الثقافية والاجتماعية، وأيضا نشرف على الرياضيين المريخ الهلال وغيره، وإن شاء الله قصة المريخ والهلال دي شوية تتغير، يعني يوم من الأيام نلقى الأمل عطبرة طلع أو هلال بورسودان أو مثلا الفرقة الثانية، يعني ما تبقى قصة هلال ومريخ وخلاص. يعني أنت ما أهل لاعب ولا مريخ؟ أنا 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 برا السودان سوداني، لكن يعني كل الفرق عندي واحدة في السودان لكن جوا نصارع. جميل. طيب أثر هذا العمل الكبير تحديدا الثقافي الاجتماعي والإعلامي أيضا نضيف لك، يعني في تطوير هذه العلاقة، العلاقة السودانية الأثيوبية، علاقتنا علاقة الجالية مع الشعب الأثيوبي، كيف تؤثر هذه الجوانب هذا العمل الثقافي الاجتماعي والإعلامي؟ صراحة أخي حسام الجانب الإعلامي السوداني له يعني في تقصير في أديس أبابا. نعم. يعني قصة إنه دائما يكون في مفاوضات، يأتي وفد من الشروق يأتي وفد من قنوات تانية تغطي وترجع. أنا كنت أتمنى إنه أديس أبابا تأخذ اهتمام الدولة، ويكون زمان كان في سونا في مكتب قائم لسونا، وكنت أنا في الإذاعة طبعا، بعد كده توقفت الأمور انت أدرى بها يعني. فأتمنى إنه يكون في مكتب شامل للإعلام السوداني، تكون فيه مثلا قناة تلفزية ورقية أو مكتوبة وإذاعة، على أساس إنه نقدر نستطيع أن نغطي نشاطاتنا السودانية أو كل ما يتعلق بالحراك السوداني داخل المنظمات الإقليمية والدولية. العلاقات أيضا العلاقات الاجتماعية والثقافية بين البلدين، بنحس إنه الشعب الأثيوبي أكثر، ربما نحن بنحب بعض، لكن هو بيعكس هذه المحبة بطريقة أفضل مننا، بيغني الغناء السوداني. اتخيل انه في فنانين اثيوبيين يغنوا غناء سوداني ولا يعرفوا كلمه واحده من العربي. فبالتالي نحن انا بتذكر زمان عبد العزيز المبارك كان بيغني قنيه نانو نانو ناي كان تشالين قداي، وبعد كده ظهر ياسر تمتام وغيره، واظن عاصم البنا برضه مشى في المجال دي وندى القلعه. فاتمنى انه التبادل في نماذج مشتركه في نماذج مشتركه جدا من الفنانين، لكن الاكثر عمقا والاكثر عكسا وفي اثيوبيا. الاثيوبيين شعب متعلق بالسودان، انت عارف انت لما تقول انا سوداني في اثيوبيا
الناس كلها بتعلق باندهاش وبمحبة، تقول لك سيد خليفة محمد وردي. فشوف سلام. شوف يعني الاثيوبيين شعب، يعني شعب مؤدب وشعب محترم، شعب عنده هيبة قانون، تحس انك انت نفسك انت ما 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 غريب في اثيوبيا، بس اللهم يمكن يميزك لسانك. انت الان حسام في اثيوبيا، انت واحدة من الاقاليم المعروفة، انت ممكن تكون من هرر لانه شكلك من هرر، انا ممكن اكون عفري او من وسط اثيوبيا، ففي تشابه كبير بين الشعب الاثيوبي والشعب السوداني، وزي ما قلت لك نحن كلنا في النهاية الحبشة الشرقية والحبشة الغربية انا بعتبرها. نعم، انا عاوز اشوف يعني نحن اشير لجميع من المواقف او كثير من المواقف. خلينا نتكلم عن مواقف في ذاكرتك ايضا. هذه المواقف بكل تاكيد تعزز وتدعم هذه العلاقات الاجتماعية والتواصل الشعبي بين الشقيقين. والله ربما لا استحضر بعض المواقف، لكن في المجال بتاع الترجمة مرات بنكون نحن في مؤتمرات يمكن حدودية، أتذكر كنا بنشارك في المؤتمرات الحدودية بين البلدين، الأقاليم الأثيوبية والولايات السودانية، فنجد عدد من السودانيين مرات يجوا يحيوا بعض نظرائهم بالأمهرية أو بالتجرينيا، فالأثيوبيين بيستغربوا يقولوا أنتوا سودانيين ولا أثيوبيين؟ فلأن ليه؟ لأنه التواجد الأثيوبي الكثير في السودان خلى انه الامهريه او التجرينيا تكون لغه تواصل ايضا داخل السودان. واتذكر انه الاذاعه السودانيه كانت عندها تجربه بتاعت انها تبث بالقنوات باللغات الافريقيه، منها لغات اثيوبيا ولغات بعض دول الامهريه الافريقيه. والتجرينيا. نعم. طيب جميل. جمعيات الانشطه الشعبيه المختلفه ايضا تقيم عدد من الفعاليات، حاله طبعا هم من الجاليه منهم فيهم زي ما يقال طبعا، فكيف هذه الجمعيات تقدر تخدم لنا الدبلوماسيه الشعبيه بصوره عامه؟ تقصد الجاليه السودانيه انت؟ نعم. الجاليه السودانيه اذا ما وعت بدورها، انا بقول الدور الثقافي والاجتماعي اللي بيصب تحت مسمى او عنوان هو العلاقات الاستراتيجيه بين بلداننا اثيوبيا والسودان. كلما يعني كلما كان هناك تعاون واشراف حقيقي بين البعثه الدبلوماسيه والجاليه السودانيه، كلما نحن استطعنا ان نزيل زي ما تقول مسائل الانتماء الايديولوجي ونعمل بروح واحده وقلب واحد وكسودانيين داخل المجتمع الاثيوبي، نستطيع ان نتفاعل ونستطيع ان نقدم اولوياتنا بطريقه افضل. ويعني انا معجب بالتجربه الاثيوبيه في الترويج، وعكس ثقافات تجد مجموعه واحده اثيوبيه تعكس الثقافات الاثيوبيه بطريقه يعني مدهشه. فنحن ليه 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 نحن يعني غنانا ده غنى عالمي، غنانا الطرب له يعني بيسمعوه الالاف. يعني تخيل انت لما يلاقيك واحد يقول لك محمد خليفه وردي لهم الشهره في تلك الفتره، فنحن سفراء، لكن يحتاج انه نحن كيف نزيب كل ما يعني ما يفرقنا ونعمل على كل ما يجمعنا ان شاء الله. جميل. طيب نحن حنتواصل معاكم مشاهدينا الاعزاء، نمشي الاستديو نشوف الماده ونجي راجعين. اهلا من جديد مشاهدينا الكرام، نتواصل معكم في صباح الشروق على الهواء مباشره، وهذه هي بدايه الساعه الثانيه مشاهدينا الاعزاء. نستكمل ما انقطع من حديث عن العلاقات السودانيه الاثيوبيه، وسعيد ان ارحب مجددا بضيف الاستاذ حالي يحيى، السيد الاعلامي بكل تاكيد والباحث في العلاقات السودانيه الاثيوبيه. اهلا بك من جديد، واسعد الله ايضا كل اوقاتك. والله نحن سعداء اكثر يا سيد حسام بوجودنا وانتهاد هذه الفرصه لنتحدث عن كل ما يفيد العلاقات الثقافيه الاجتماعيه بين الشعبين، وخاصه دور الجاليه السودانيه في اثيوبيا. نعم، اشرت الى المجتمع الاثيوبي قبل ما نطلع الفاصل، ده بيقودني اتساءل
عن المجتمع من خلال نظرة تاريخية، من خلال الحديث عن المشتركات الثقافية، المشتركات التاريخية بين البلدين الشقيقين، بين الشعبين، الشعب السوداني، الشعب الإثيوبي. بحكم التاريخ والواقع الجغرافي أخي الكريم، كان هناك حراك كبير بين السودان وأثيوبيا في يعني بمختلف الأسباب الطبيعية والإنسانية، اللي هي الحروب ومثلا المجاعة وغيره. فهناك انصهار بين الشعبين خاصة في المناطق الحدودية. يعني بس أديك مثال، منطقة بني شنقول قمص مجتمع ثقافته غالبيتها سودانية لكنهم هم أثيوبيين، فدائما هم بيقولوا نحن سفراء دائمين بين السودان وأثيوبيا. يا اللي هي سلام. إقليم بني شنقول قمص هو شعب ذات الشعب الموجود في النيل الأزرق، الحدود دي رسمينها المستعمر، فبالتالي هناك تواصل كبير بين المنطقتين بني شنقول قمص والنيل الأزرق، أسر أيضا متشابهة ومتشاركة في كثير من العادات والتقاليد. ما بين القضارف وإقليم أمهرة أيضا هناك تزاوج وتصاهر بين الشعوب. ما بين كسلة وإقليم تيغراي، وإقليم طبعا كسلة بتجاور جزء صغير جدا في تيغراي وجزء أكبر في الحدود الأريترية، تعرف أيضا هناك تزاوج كبير بين أريتريا والسودان وأثيوبيا والسودان. وزي ما قلت لك في السابق إنه الشعبين يعني أصحاب بشرة سوداء وقلوب بيضاء. أستطيع أن أقول أن الشعوب الأثيوبية السودانية كلها واحدة من أصول واحدة، اللسان فقط هو الذي يميز بين الشعبين. هناك كثير من التشابه في اللغتين العربية والأمهرية والتجرينية أو جزء قليل من الأورومية أيضا. أذكر لك أخي حسام أن تاريخيا أن في منطقة في شمال أثيوبيا في منطقة ولو، محافظة ولو في إقليم أمهرة، اسمها خميسي. خميسي مؤسسينها مجموعة من السودانيين من أبناء دارفور بالتحديد، تزوجوا أثيوبيات وأسسوا منطقة خميسي، اللي هم كانوا في الجيش الإنجليزي اللي كان بيحارب الإيطاليين. فمع الزحف الإنجليزي على الإيطاليين، لأنه كانوا خاشين سنوات قليلة جدا من أريتريا وما استمروا، استعمارهم ما طول، رجعوا طلعوا طوالي بالنسبة لقساوة الظروف الطبيعية أو التضاريس الأثيوبية. فسكنوا هناك مجموعة من السودانيين، تزوج اثيوبيات، اسسوا منطقه اسمها خميسه، معروفه الان، اصولهم سودانيه لكنهم اثيوبيين. فهناك ايضا منطقه شندي اللي هي شهيدي، نعرف ان المكنمر لما طلع من السودان بتكتيك او غيره سميه دخل منطقه اثيوبيه سماها المتمه، وهو الان يعني قبره موجود في المتمه وفي مدينه جنبها اسمها شهيد. في منطقه سودري، مسميات متقاربة، نعم، وأيضا يعني تقارب كبيرة كثيرة جدا. جدا. أيضا جميل. الجارية السودانية في أثيوبيا لها أدوار كبيرة جدا، أشرنا إليها عدة إشارات وإضاءات أيضا من خلال حوارنا، لكن أود الآن أن أتعرف إلى أي مدى لها أدوار في الحراك المجتمعي في السودان. كما قلت لك يعني كلنا كنا نتابع الأحداث منذ بداية انطلاق الثورة في ديسمبر حتى هذه اللحظة. وكما تعلم أخي الكريم ونتشرف كثيرا أن يكون رئيس الوزراء السيد عبد الله حمدوك من الذين كانوا من الخبراء السودانيين الذين يشار نعم. لهم بالبنان، وهو رجل اقتصادي من الطراز الأول، وهو كان أيضا ويعتبر أيضا هو عضو في الجالية السودانية في أثيوبيا. نعم. ويعني تفاعلنا كان كبير، ونأمل الآن انه تأطير الجالية يكون بشكل افضل على اساس انه يكون لها دور في المستقبل عبر الندوات الثقافية، الحفلات. عيد الاستقلال الان نحن بنجهز فيه على اساس انه ايضا نحتفل به بصورة تليق بمقام السودان، تليق بمقام ومكانة السودان تاريخية الثقافية الحضارية. وزي ما قلت لك الاثيوبيين لما تكون في حفلة سودانية بيخلوا اي حاجة يحضروها، يا سلام، بيتذكروا التاريخ العظيم، البصمات العظيمة اللي تركها محمد خليفة الله يرحمه، سيد خليفة، وسيد خليفة أقصد آسف، ومحمد وردي ربنا يرحمه إن شاء الله. نعم. ونحتاج إلى أن نوقف الضوء إعلاميا أكثر على مثل هذه الفعاليات التي تقوم بها الجالية. لذا أتساءل
عن العلاقة والتنسيق ما بين الجالية مع المؤسسات الرسمية للدولة من وزارة الخارجية، وزارة الثقافة، السفارات المختلفة، لتنظيم الأنشطة الدائمة لإقامة هذه الفعاليات التي تتحدث عنها، من مؤتمرات، من ندوات، من ورش عمل، حتى في جوانب كثيرة جدا يمكن أن تكون هناك مجموعة من الرؤى لعدد من الكفاءات الموجودة هناك، وذلك يصب في النهاية في تطوير العلاقات بين الشقيقين. صحيح، كما قلت أن دور الجالية السودانية دور كبير جدا وتعول عليه البعثة الدبلوماسية الرسمية، وأيضا هناك يعني القنصلية السودانية هي التي تتابع الحراك الجالية من حيث أنشطتها المختلفة. أنا أعتقد أنه في المر يعني في الفترة القادمة مع تغير الأحداث الآن في السودان هيكون للجالية السودانية دور عظيم جدا بالتنسيق المشترك بقلب واحد ورؤية واحدة وهدف واحد، إنه كلنا نحن بنمثل السودان. أي شخص المبتعث الرسمي أو من الجالية عضو الجالية في الجالية مقيم هو يمثل السودان في كل شيء، فبالتالي حيكون في تنسيق عظيم جدا على أساس إنه نستطيع أن نؤطر الأنشطة التي يعني غبنا عنها كثيرا في الفترة الفاتت. الجالية السودانية في الفترة الفاتت لم تؤدي الدور المطلوب كما يجب نسبة لكثير من الأسباب التي كانت محيطة. الآن الوقت مواتي على أساس أنه يكون في نوع وعي أكبر بعيدا عن الصراعات الجهوية، صراعات الانتماءات السياسية، حيكون في شغل مجتمعي ثقافي. وأنا أنا 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 بقول أنه دور الجالية أحيانا بيكون ممكن يكون مكملا أو أكبر من الدور الرسمي أحيانا، لأنه الجالية تمثل أيضا أعضاء البعثة، هم أعضاء في الجالية، فإذا الجالية هي الأساس والبعثة هي تابعة للجالية السودانية. نعم، أخيرا نختتم باحتفائكم المرتغب بكل تأكيد، وقيل إذا سألت عن البرامج القادمة ليس الإعلامي سيجيبك يعني، فاحتفاء الجالية الإثيوبية كيف تخطط السودانية في إثيوبيا كيف تخطط للاحتفاء بأعياد الاستغلال بالذكرى الأولى لثورة ديسمبر المجيدة؟ نحن احتفالاتنا دائما هي غنائية رياضية، وعندنا معرض كبير جدا يعكس كل المكونات الثقافية السودانية من أقصى الغرب، غرب السودان، إلى أقصى الشرق وشمال ومنطقة الجنوب، جنوب السودان الحالي. نعم. عندنا معرض حيكون معرض كبير جدا حتشارك فيه إن شاء الله بمختلف الثقافات والعادات والتقاليد السودانية، وعندنا أيضا منافسات رياضية عادة بين الجالية السودانية بعض الجاليات الإفريقية المقيمة، وأيضا نتمنى أنه عدد من المغنيين الفنانين السودانيين حيشاركوا معنا، وإن لم يكن هناك حرج ممكن أنا أذكر الأسماء يعني عدد من الأسماء يعني حيشارك إن شاء الله حيشاركنا الأستاذ الكبير عمر إحساس. عمر إحساس أنا أحس إنه له حضور كبير جدا، والأخت ندى القلعة، وهيكون برضو عدد من الفنانين مثل عصام محمد نور إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. شكرا، وأمنياتنا لكم بالتوفيق دائما. أنا سعيد جدا بك في صباح الشرق. أنا أشكرك أخي حسام، ونتمنى إنه دائما نشوف السودان كبير وكبير وعظيم كما كان في السابق بإذن الله. كان هذا مشاهدينا الكرام الأستاذ حالي يحيى، الباحث في العلاقات السودانية الإثيوبية والإعلامي أيضا. سعداء أنه أخذنا هذه الفكرة البديعة وتحدثنا عنها، العلاقات الأزلية القوية بين السودان وإثيوبيا، بين الشعبين الشقيقين.